أنا مارست العمل أو النشاط السياسي الاجتماعي من فترة طويلة منذ أن كنت في المدرسة الثانوية، حيث التحقت بالاتحاد النسائي السوداني. قبل الإنقاذ كانت الحركة صعبة شديد جدا لنشر الوعي وسط النساء خصوصا، لكن أنا لسبب ما، لأن يمكن برضو كنت حريصة أو محظوظة أو كده، في خلال فترة نميري وحتى في ظرف القمع الشديد جدا نجحت في أن أمرك برا السودان وأمثل الاتحاد النسائي في مؤتمرات خارج السودان. في فترة الإنقاذ الحكاية صعبة شديد، كانت صعبة نتيجة لأنه أنا شخصية ما تم احتغالي خلال الفترات دي كلها، يمكن بيتم مساءلات مرات، مساءلات وبيطلقوا صراحة طوالي وكده. في الفترة بتاعت الإنقاذ كانت صعبة شديد، لأنه أنا زوجي رجل سياسي أو قائد سياسي، وكمان احتغله لمدة 3 سنة، يعني فترة بتاعت 2 سنة وشوية دي متواصلة. كنت وقتها داك طالبة بتاعت دراسات عليا، فقطعت الدراسة لأنه بديت أعمل عمل خاص، حولت القطع الأصلي اللي احنا موجودين فيها دي، كنت حولتها إلى مزرعة وزرعت فيها وربيت دواجن وزراعة وكده، لأنه مجرد ما هو احتغلوه انقطع يعني العائد المادي اللي كان بيجينا من مكتب المحاماة تحته وكده. بجانب عملي كأستاذة في الجامعة، كنت مديرة ورئيسة لجمعية بابكر بدر العلمية للدراسات النسوية. ومن خلال الجمعية تحت لي فرصة يعني عشان أساهم في المجال برفع الوعي بحقوق المرأة وبنيل يعني تمكينها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وكمان بتمكينها من إنها هي كيف تطلب حقوقها يعني. وساهمنا برضو بقدر كبير جدا في مجال التعليم في مجال الريف وكذا. أنا انضميت للاتحاد النسائي يعني تقريبا حوالي 1967، يعني بعد 15 سنة من إنشاؤه كده، وشاركت في نشر الوعي وفي التغيير الثقافي والفكري تحديدا، لأنه كنت عضو بتاعت المكتب الثقافي للاتحاد النسائي لفترات طويلة جدا، ومارست يعني أنشطة كثيرة جدا كان بيقوم بها الاتحاد النسائي، من ضمنها حتى محو الأمية. يعني الفراغ الحركة في الحركة النسوية دي مش ظاهرة خاصة بالمجتمع السوداني، إنما تلقيها في مصر وفي لبنان وفي كده. حصلت تغيرات في السنين الأخيرة، التحولات الكبيرة أولاً هي أفضت إلى تكوين المجتمع المدني. جات صحيح عشان تملأ الفراغ اللي حصل نتيجة للظروف الاجتماعية والاقتصادية، وفي وحدات جو وتكونوا لأسباب خاصة مثلاً ضد العنف ضد المرأة، مثلاً المساواة السياسية، يشتغلوا بعضها في بتر الأعضاء التناسلية للمرأة، في العنف ضد المرأة، في المواطنة، فتشرزمت بقت في منظمات كثيرة، وبالتالي بقى خصما على الحركة النسائية. فدي خلت إنه المنظمات دي يعني تكون كتل متفرقة ومجموعات كثيرة، وقلت لك ده أدى لتشظي الحركة النسائية، بقت ما عندنا حركة نسائية واحدة ذات هدف واحد وغاية واحدة. بفتكر إنه الاتحاد النسائي والأنا انتمي ليهم هو عانى ليه؟ لأنه في المقابل المنظمات كانت الناشطين والنشاط بتدعمه ماليا، وأصبح العمل احترافي ومدعوم من منظمات ومن تمويل أجنبي جاي من منظمات دولية كثيرة. العمل بتاع الحركات الاجتماعية دائما هو عمل طوعي وبيحتمد على ما يتبرع به والأعضاء، سواء كان من الجهد أو المال. فده الظروف دي كلها أدت إلى تقلص عضوية الاتحاد النسائي.
الصحي. طبعا المرأة شاركت مشاركة كبيرة جدا، وهي من أوائل يعني القطاعات من المجتمع السوداني اللي قدرت تتنظم وتتماسك وكده، خصوصا إنه الإنغاز كنظام إنه يعني استقصدهم. لكن بفتكر العائد أقل، يعني لو قارنت له حتى كنسبة، ولو عينتي إنه للمعركة الدارت حول تولي النساء لمنصب الوالي. النساء السياسيات في الأحزاب السياسية أنا بفتكر إنه هم ما نجحوا في إنه فرض القضايا بتاعت النساء إنها تبقى جزء من الأولويات بتاعت الأحزاب، أحزابهم، ولذلك لازم يكون تمثيلهم برضو تمثيل قليل، ما لم إنه يعني يعملوا خلخلة في البنية بتاعت الأحزاب دي وفي وجهات النظر وفي الداعمة للتحجيم بتاع المرأة، ولأنها يعني تمثيله يكون رمزي. نحاول الناس يسيبوا الخلافات شوية، والنساء بالذات يفكروا في الهدف الكبير بتاعهم بتاع كيف يغيروا من صوت المرأة، يغيروا من الصورة حقتها الموجودة، يغيروا من النمط بتاع التفكير، ويعملوا تغيير اجتماعي كبير. ده ما بيتم إلا إذا بالتماسك بتاع الناس والعمل بتاع المشترك مع بعض.